السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين مهنيين، اموركم هانيه؟ كنتمنى تكونوا بالف خير، ومرحبا بكم معايا اليوم 100 ألف مرحبا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم العروض ديال بيم. اول حاجه غادي نشاركها معكم هما هاد السبادريات هادو، كيف كتلاحظوا هذا هو الشكل ديالهم، جايبين الوان اللي مختلفة، يعني كاينين اللوينات ديال الرجال وكاينين اللوينات ديال النساء. هاد اللون هذا الباج ديال النساء، هذا هو شكل سبادريه. هادو راهم ديال تركيا، باج وداخل فيها الجري. غادي نجبد لكم اللون تاني تشوفوه، هو هذا، هذا ابيض وداخل فيه الغوز. صراحه هادو البنات باز زوينين، خفافين في الرجل، يعني كتحسي براسك فحال ما لابسه كاع سبادريه، خفافين هادو في الرجل. الثمن ديالهم 170 درهم. غادي نوريكم اللوينات اللي كاينين الرجال، حتى هما جايبين لي مجوج الالوان، جايبين ليهم بلو مارين وداخل فيه بيستاج. غادي نشارك معكم اللون الثاني، كيف كتلاحظوا الشكل ديالهم زوين وعاد مريحين في الرجل. بالنسبه للون الثاني جايبين ليهم لون الجري، يعني جايبين ليهم بلو مارين والجري. هذا البنات هو اللون الثاني، حتى الجري فيهم زوين، داخل فيه البيستاج. كيف كتلاحظوا الكري والبلو مارين، ومجوجهم نفس الثمن، يعني ديال الرجال وديال النساء مجوجهم نفس الثمن، الثمن ديالهم 170 درهم. هذا هو الشكل ديالهم. وغندوزو هنايا لهذا الشكل هذا ديال الرياضه، وكاين هذا العمود هذا متعدد الوظائف للرياضه، الثمن ديالو 50 درهم. وكاين هنايا قضبان متوازيه للرياضه، هما هادو، بالنسبه للثمن 200 درهم، يعني 4000. كاينين هنا هاد البلاطوات هادو جوج، هما هادو، كاين هاد الموديل هذا، كاينه زواقه واحده اخرى غادي نوريها لكم. هاد الموديل هذا الجناب ديالو فيهم الذهبي والنوار، وكاين حتى هاد الزواقه هادي الجناب كيف كتلاحظوا في الذهبي وداخل فيهم بلو مارين. هاد جوج زواقات اللي بقاو، والثمن ديال هاد البلاطو هذا بالنسبه للثمن بلاطوات 130 درهم، يعني 2600. المنظمه ديال اللي تنعلقوها في الثلاجه حتى هي مازال كاينه، كيف كتلاحظوا شحال من حاجه باقا كاينه. غادي نقول لكم بين فين جات في جهه حيم ولا رشيد حدا جوهره والمنزه، وكاينه بالضبط في البيضه، باش الا بغيتوا اي حاجه وما لقيتوهاش في بيم حداكم مرحبا بكم 100 ألف مرحبا. باقا حتى هذه البنات باقا وحده، بالنسبه للثمن 100 درهم. هذه الزواقه ديالها، كاين حتى هاد المول هذا مازال كاين، كاين في النواغ وكاين حتى في الذهبي، غادي نوريكم الذهبي حتى هو. المهم الثمن ديالو 100 درهم، الثمن ديالو 100 درهم، يعني 2000. وباقي هاد الخلاط الكهربائي المتعدد الاستعمالات،
هاد البلاطو هذا مازال حتى هاد القرعدة هادي كتقردو فيها بحال هكا الفواكه. حتى هاد البلاطو هذا مازال كاين فيه هاد الزواقة هادي الوسط، والثمن ديالو 120 درهم، يعني 2400. صراحة هاد البلاطو هذا اللي زوين فيه هي هاد الزواقة هادي، زواقة زوينة. واللي اول مرة كتشوفوا القناة ديالي كنتمنى ما تردوش وتشاركوا في القناة وفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالي، وما تنساونيش اكيد من لي لايك ومن شي تعليق اللي يكون زوين في حالكم. كاينه هاد الحصيره رياضيه قابله للطي، الثمن ديالها 2400، يعني 120 درهم. كاينين حتى هاد الكسرونات هادو فيهم 5، مازال كاينه البنات الميزان. هاد الحبل هذا للرياضة ومتعدد الاستعمالات، الثمن ديالو 75 درهم. وكاينين هاد القفازات هادو للرياضة 100 درهم، فيهم 2 قفازات. كاين عمود رياضي مثبت، الثمن ديالو 70 درهم. وعاد كاينين هاد الديكورات هادو اللي مازالين كاينين من شحال هادي ومازالين كاينين في بيم. كاين هاد الجهاز هذا للتدليك، الثمن ديالو 250 درهم، يعني 5000. غنعاود نقول لكم بين فين جات في جهة حيم ولا رشيد حدا جوهرة والمنزه، وكاينه بالضبط في البيضة. كاينه هاد المجموعة هادي من الأربطة فيه 14 بياسة، الثمن ديالو 150 درهم. وهذا هو المول البنات في اللون الذهبي، الثمن ديالو 150 درهم، الثمن ديالو 150 درهم. فيه النواق، فيه الجري، وفيه حتى الذهبي كيف كتلاحظوا. وهذا هو القالب ديال الحلوى البنات اللي في شكل اخر، ها انتم شوفوا هذا الشكل الاخر اللي قلت لكم، فيه حتى الذهبي، الثمن ديالو هذا 100 درهم. وعاد هادو مازالين كاينين في بيم. هادو كانوا شحال هادي ومازالين كاينين. عاد عاوتاني حتى هاد البلاطو هذا الحجم ديالو صغير، لا لاحظتوا البنات البلاطو الاول اللي شاركت معاكم اللي الحجم ديالو كبير نفس الزواقه. الثمن ديال هاد الموديل هذا 90 درهم، الثمن ديالو 90 درهم. وهادو مازالين كاينين، راه من شحال هادي وما كاينين. كاين حتى هاد الدواز هذا البنات الثمن ديالو 8 دراهم. وعاد كاينين هاد الشبيكات هادو اللي بالسيليكون، هادو الصراحة البنات زوينين وعمليين بزاف. الحاجة اللي فيهم زوينة انهم تيتجمعوا، يعني كديريهم في اي بلاصة ما تيشدوش لك المساحة، ماشي فحال الشبكات اللي كيكونوا عاديين مهزوزين كيشدوا لك البلاصة. اما هادو راهم تيتجمعوا ما كياخذوش لك بلاصه، يعني فحال هكا ملي كيكونوا مجموعين ما تيشدوش لك المساحه بالمره. وعاد البنات هادو حسن من اللي كيبيعوهم مالين الماعن، يعني اللي كاينين عند بيم راه حسن. باش عرفتم البنات حسن بالسيليكون ديالهم، هذا ديال بيم السيليكون ديالو قاصح، وديال عند مالين الماعن كيبيعوا نفسهم ولكن السيليكون ديالهم ماشي قاصح. بالنسبه للثمن 20 درهم هادو، وهذوك البانيوات اللي سيليكون هذوك الثمن ديالهم 500، يعني 25 درهم.
راه انا عندي من شحال هادي ولحد الان باقيين زوينين، كنت خديتهم من بيهم لحد الان يعني شي عامين وانا كنخدم بيهم، لحد الان باقيين مزيانين. المهم هادشي اللي كاين، كنتمنى الفيديو ديالي وما يعجبكم. شكرا لكم بزاف المشاهدة، وبسلام عليكم. في